عاديه بفتقد احمد دومه وعلاء سيف وسناء وماهر ومحمد عادل ومهنور المصري ولؤي اهواجي وكل المعتقلين في سجون عبد الفتاح السيسي، وباذن الله رغما عنك يا سيسي هيخرجوا. زي ما المعتقلين خرجوا ايام مبارك، كل المعتقلين بقضايا وهميه وبتهم مزيفه وبادله مزيفه ان شاء الله هيخرجوا، لان الظالم عمره ما هيستمر. صوت الثورة زي النار، صوت الثورة زي النار، الحرية للأبطال، الحرية للأبطال، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط كل كلام العسكر، يسقط كل كلام العسكر، على مبدأنا خليك ثابت، على مبدأنا خليك ثابت. نفس المشهد من 2001 ل 2008 ل 2014، المعبر مقفول واحنا بنكمل اركان السجن وبنحول اهل غزة شعبنا الفلسطيني ان هم يبقوا في سجن مفتوح، ومفيش حياء حتى في عز الضرب وفي عز العدوان، العدوان غير المتكافئ بالطيارات بالدبابات بالأسلحة المحرمة، وإحنا قافلين المعبر. إحنا شيء كشعب، وطول الوقت هذه السلطة من 2001 ل 2008 ل 2014 شيء تاني. على المستوى الشعبي، الشعب بيحاول يدعم القضية الفلسطينية، الشباب بيحاولوا يدعموا القضية الفلسطينية، وصلوا للمحاكم وخدوا أحكام بضرورة فتح المعبر. المعبر اللي المفروض انه معبر عربي عربي، احنا بنستخدمه كعقاب لكل الشعب الفلسطيني، وكأننا بنساهم مع الصهاينة في هذا العدوان. مطلبنا بفتح المعبر مطلب دائم، ماهوش مطلب مؤقت بيجي بمناسبة العدوان، مطلبنا مطلب دائم حوالين ضرورة فتح هذا المعبر. ومن المرار ان يطلع أمين عام الأمم المتحدة، اللي هي الأمم المتحدة اللي واخدة موقف منحاز ضد غزة، وفي ظل الاتجاه العالمي من أغلب المنظمات الدولية اللي مش شايفة العدوان الإسرائيلي، ما هيش شايفة الشهداء الفلسطينيين، شايفة فقط 3 ماتوا من إسرائيل، ومش شايفة أكثر من 150 شهيد ما بين مرأة وما بين طفل وما بين شاب، وأكثر من 1500 جريح وبيوت بتتهدم، ما همش شايفين ده كله. يطلع أمين عام الأمم المتحدة يطالب السلطات المصرية بفتح المعبر، اللي هم منحازين بيطالبونا بفتح المعبر وإحنا بنتفرج حوالين منهم. بإذن الله هيجي يوم والمعبر ده هيفضل مفتوح، والحدود بيننا وبين فلسطين مش هتبقى موجودة يوم ما الثورة المصرية اللي خرجت في 25 يناير تنتصر وتحكم بجد. عشنا وشفنا إعلام مأجور ومش غريب عليه، نهش لحمنا ونهش لحم شهدائنا وكلوا ثورتنا، كانوا بياكلونا أكل مش غريب عليهم، إن هم دلوقتي بيدعموا إسرائيل لدرجة إن التلفزيون الإسرائيلي يتباهى بالكلام اللي بيقولوه وبيعتبروه دليل على إدانة الشعب الفلسطيني في مقاومته. خليكوا زي ما انتوا، قولوا اللي انتوا بتقولوه، لكن ابقوا شوفوا بقى مين هو المتواطئ ومين هو الأجندة الأجنبية ومين اللي بيخدم الكيان الصهيوني، احنا ولا انتوا. عشنا وشفنا الإعلام وبعض الأقلام وبعض الكتابات بتعايرنا وزعلانة ان احنا بنجمع قافلة لأشقائنا الفلسطينيين. طلبنا من منتجعاتكم حاجة؟ خدنا من الفلل بتاعتكم وثرواتكم حاجة؟ انتوا ما بتدفعوش حاجة. هذه القافلة اتلمت من قروش بسيطة من الكادحين والمهمشين والعمال والفلاحين والمهنيين في الشعب المصري. انتوا بتدفعوا 5 مليار
لما تقعدوا على الفطار عشان تحافظوا عن مصالحكم وتحافظوا عن صلواتكم. ملكوش علاقة باللي بنجمعه. أيوة هنجمع عشان خاطر فلسطين، وما تلوموناش لأن انتوا الشركاء الصهاينة وانتوا اللي عاملين اتفاقية الكويز. فوالنبي بلاش تتنططوا علينا والوطنية تتمثلوها علينا وتعملوا نفسكم وطنيين، لأن انتوا شركاء هذا الكيان الصهيوني وبتدافعوا عن مصالحكم. عشان كده بأكد كمان، ما هوش غريب ان هم يقبضوا على زميلتنا هناء المصري، هذه الفتاة المصرية الأصيلة اللي جمعت للقافلة من أسوان وكانت نقطة التمركز فيما يتعلق بالصعيد في الأقصر، فقبضوا عليها امبارح. ايه التهمة؟ معها أدوية بدون تصريح. مصر اللي تجارة المخدرات والترامادول فيها على المشاع والداخلية متواطئة فيها، جايين يقبضوا على هناء لأنها بتجمع قافلة للفلسطينيين. الداخلية زي ما هي، الداخلية زي ما هي. لكن كمان زي ما الداخلية قبضت على هناء منصور، لازم أقول إن وكيل النيابة كان متعاطف مع هناء وكان مستغرب إن يتم القبض عليها في الظرف دوت، وإدى هناء إخلاء سبيل وقال لها هنشوف هنتابع القضية ديت إزاي. وطبعا جبنا أوراق من بعض الأحزاب مشكورة إن دي قافلة راح الغزة وإنها مش جايبة الأدوية دي عشان تتاجر فيها. بس إحنا بنقول لهم مهما حاولتوا تضيقوا على القافلة، القافلة الدوائية اللي جمعها الشعب المصري طلعة وهتوصل للمعبر، هتوصل للمعبر وهتعدي الغزة، هتعزي الغزة. وعشان كده قبل ما أقول البيان الختامي، أنا في الحقيقة بقالي أسبوع في حالة انبهار من أداء الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية اللي قايمة على أكتاف شبابنا وبناتنا، وبحيي بالأساس بنات هذه الحملة. عمل دؤوب كل يوم المقر المؤقت لهذه حملة مستقلة، حتى الأعضاء فيها من أحزاب هم أعضاء بشخصهم، والحملة لها إدارة مستقلة بعيدا عن كل الأحزاب وبتاخد قرارها لوحدها بعيدا عن كل الأحزاب، وليها مقر مؤقت في القاهرة وكل الأحزاب فتحت لها مقرات في المحافظات، مقرها المؤقت في القاهرة حزب العيش والحرية تحت التأسيس. كل يوم لمدة أسبوع فقط بنلاقي أوضة بتتملي بالأدوية لحد المقر ما بقى مقفول لأن مفيش مكان نحط فيه أدوية. هو ده الشعب المصري. الشعب المصري لما بيحس بقضية حقيقية بيقف ويتضامن معاها، والقافلة تم جمعها بدون ما رجل أعمال يتبرع. القافلة تم جمعها من الشرفاء، من أبناء ثورة 25 يناير، من المؤمنين إن في مقاومة في فلسطين وإن عدونا واضح وعدونا واحد هو الكيان الكيان الصهيوني فقط، وهيفضل هذا الكيان عدو لينا ومش هنعترف بيه. أختم كلامي بالبيان الختامي اللي الأحزاب توافقت عليه وشرفوني إن أنا أقول هذا البيان أمام حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المؤتمر حول العدوان الإسرائيلي على فلسطين. بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبينما يتوالى سقوط القتلى والجرحى في صفوف أشقائنا الفلسطينيين، تود الأحزاب الموقعة على هذا البيان أن تؤكد على ما سبق وأعلنته من دعمها الكامل للمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني، وأن توضح موقفها على النحو التالي. أولاً، إن قضية فلسطين هي قضية أمن قومي مصري بامتياز، ولا يجب الحط من شأنها بحيث تصير جزءاً من خلاف مع حماس أو غيرها من المنظمات الفلسطينية، ولأن الأمر بهذه الدرجة من الأهمية والخطورة فإن مساندتنا للشعب الفلسطيني تتعدى كونها وقوفاً إنسانياً مع شعب يتعرض للعدوان رغم سمو ذلك الموقف، لكي تصبح في نفس الوقت دفاعاً عن شعبنا المصري وأمنه القوم. اثنين، إن الحياد من قبل أي نظام عربي بما في ذلك النظام المصري
بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني المعتدي أمر لا يجب أن يكون وارداً، خصوصاً إذا كان هذا المعتدي يمثل أكبر تهديد لأمننا القومي وأمن الشعوب العربية جميعها. ثالثاً، على الرغم من تأكيدنا على ضرورة وواجب الرئاسة والدولة المصرية أن تضغط بكل السبل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وعليها أن تفعل ذلك بما يضمن تحويل هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إلى نصر سياسي، وعليه نرى أن المبادرة المصرية غير كافية وأقل وأضعف من ذلك. رابعاً، نطالب الإدارة المصرية بأن ترفع يدها عن الوطنيين الذين يهرعون إلى جمع المساعدات الطبية والدوائية الضرورية لمواجهة الأوضاع المأساوية للفلسطينيين في هذه الظروف. نقول هذا بمناسبة إلقاء القبض على الناشطة هناء منصور من صعيد مصر، وهي عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، بتهمة جمع أدوية دون تصريح، كما نطالبها باتخاذ كل الإجراءات التي تيسر وصول تلك المساعدات والأطباء والوفود للشعب الفلسطيني في غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم لمرور الأفراد والبضائع. ستبقى قضية فلسطين قضيتنا المركزية الأولى حتى يخرج الأسرى ويعود اللاجئون وتتحرر المقدسات وتستقل فلسطين، ولسوف يظل الشعب المصري سندا للشعب الفلسطيني ولو كره الكارهون. الدعم، كل الدعم للشعب الفلسطيني الباسل في مقاومته الباسلة ضد العدو الصهيوني والخزي والعار للمعتدين والمتواطئين. حزب الدستور، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب مصر القوية، حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، حزب مصر الحرية، جبهة طريق الثورة، التيار الشعبي، حزب الكرامة الشعبي الناصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مؤسسة الدفاع عن المظلومين. وأخيراً، سوف تعلن الحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في مؤتمر صحفي سيعلن عن موعده قريباً عن تفاصيل القافلة الدوائية والوفد الشعبي الذي سيرافقها أو يسبقها من أجل دعم صمود المقاومة الباسلة في غزة وصمود الشعب الفلسطيني. شكراً.